ها الوصفة اللي غتبيض لكم السند ديالكم في 5 دقائق، واخا السنان ديالكم يكونوا صفرين مصديين فيهم الكالكير بزاف، يكونوا فيهم داك بحال مخزين. هاد الوصفة كتعطي النتيجة يعني ديال التبيض من اول استعمال، عندها واحد المفعول، اش غنقول لكم، مفعول سحري يعني في تبيض الاسنان. مهما كانوا السنان ديالكم حالتهم غادي تعطيكم التبيض وغادي تصدمكم النتيجة ديالها. وصفة يعني فقط مكونات ساهلين عندكم في الدار، وصفة ما غتاخدش منكم غير 5 دقائق. 5 دقائق فقط غادي تغير لكم الابتسامة، يعني اكثر شيء يعني كيلاحظوا الانسان فينا هي الابتسامة وهي الاسنان، فضروري تهلاو في السنينات ديالكم ويكونوا اسنان يعني كيلمعوا فيهم واحد البياض اللي زوين بزاف. وهاد الوصفة غادي تجربوها وغادي تعجبكم بزاف بزاف، يعني كتخلي ان الاسنان ديالك يعني كيتغيروا الى استعملتي هاد الوصفة، كيبياضوا كيتنقاو وما كيبقاش الاصفرار، حتى انها كتقضي على الريحة الكريهة، يعني الرائحة الكريهة اللي كتكون في الفم كتقضي عليها وكتعطي التبيض، وكتخلي ان اللون ديال اللثه ديالك يكون واحد اللون اللي وردي، ما كيبقاش داك اللون الزرق ديال اللثه يعني ديال اللحم ديال السنان. المهم تبعوا معايا الوصفه وما تنساوش تخليوا لي اللايكات ديالكم هكا باش تشجعوني، فكل ما خليتوا لي اللايكات كل ما الفيديو كان عليه تفاعل كيشوفوه ناس اخرين، داكشي علاش كنطلبكم. وكنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بهذاك اللايك، راه كيعني لي اللايك الكثير والكثير، واخا نتوما بالنسبه لكم شي حاجه بسيطه، ولكن بالنسبه لي انا راه ملي كنشوفكم خليتوا لي واحد اللايك راه كنفرح بزاف، وكنشكركم بزاف بزاف كاملين على التفاعل ديالكم فين ما كنتو، كنشكركم واحد الشكر اللي كبير بزاف، وكنشكركم على التعليقات الزوينه اللي كتخليو ليا. غندوزو دابا الوصفه ديالنا. عندنا اول مكون هو خيزو او لا الجزر كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للجزر زوين بزاف للاسنان، خصوصا في هذه الوصفه هذه ديال التبيض، وهو كيحتوي على بزاف ديال الفيتامينات يعني اللي مفيده بزاف الاسنان، مفيده للثه، فما عليكم الا تاخذوا واحد الجزره او واحد الخيزو وغادي تغسلوه بطبيعه الحال وكتحكوه في الحكاكه كتكون رقيقه. هنا عندنا الغرض غير بالماء ديالو او لا العصير ديال الجزر كيف ما كتشوفوا معايا، كتاخذوا غير واحد الكميه هكا قليله صفيوها هكا في الصفايه كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للناس اللي عندهم هنا غير بغيت نقول لكم لان كيجوني بزاف ديال الرسائل بزاف ديال التعليقات، بالنسبه للناس اللي عندهم نزيف ديال اللثه، عندهم اللحم تيهرب ليهم على السنان، عندهم اللثه ديالهم مريضه، عندهم الريحه خايبه يعني في الفم، غنعطيكم واحد الوصفه او واحد الزيت اللي هو زيت يعني كيعطي العلاج من يعني في ليله واحده، يعني كتحسي بان او لا كتحسوا بان اسنانكم مبقاوش يعني مبقاوش ضاراكم اللثه، ما كتبقاش ديك الريحه خايبه، حتى يعني اللحم اللي كيهرب على السنان حتى هو يعني بحال كيتجمع. هذا الزيت اللي غنقول لكم اليوم هو زيت القرنفل، فيه فوائد عجيبه سبحان الله وفوائد معجزه، من اقوى الزيوت اللي مزيانه بزاف، مزيانه بزاف النزيف اللثه ومزيانه الرائحه الكريهه، يعني ما كيخلي لا بكتيريا لا ميكروبات لا حتى حاجه. الزيت ديال القرنفل ما عليكم الا تاخذوه من الصيدليه او لا بارا فارماسي وكديروه في واحد القطينه وكدوزوه على اللثه ديالكم قبل النوم، يعني حتى تبغيو تنعسوا كدوزوه على اللثه ديالكم وكتخليه واحد المده يعني ديال ليله كامله، وغتشوفوا ان هذا الزيت هذا غادي يفاجئكم بالنتيجه، لانه ما كيخليش نهائيا حتى حاجه من هذه المشاكل اللي ذكرت. هنا نرجعوا الوصفه ديالنا. بالنسبه لثاني مكون درت هو خل التفاح. خل التفاح معروف حتى هو بفوائد ديالو، ما تيخليش ميكروبات، ما كيخليش البكتيريا، تيعمل تبييض الاسنان، تيحيد الرائحه الكريهه، كذلك مزيان يعني مزيان يعني الفم مزيان بزاف. وعندي هنا كيف ما كتشوفوا معايا المعجون ديال الاسنان، ممكن تستعملوا اي نوعيه عندكم في الدار، يعني اي نوعيه ممكن تستعملوها في هذه الوصفه هذه، اي نوعيه ديال معجون الاسنان كندير واحد المعلقه صغيره وكنخلطوا مزيان هاد المكونات هادو.
كيف ما كتشوفوا معايا، حتى يتخلطوا لينا مزيان ويولي واحد الخليط اللي يعني منسجم. ومن بعد ما غادي نخلطوا هذه الوصفه مزيان، كيف ما كتشوفوا معايا المكونات ديالها بسيطه لكن كتنقي البنات والله العظيم الا كتنقي الفم. غير جربوا هذه الوصفه هذه وردوا عليا الخبر. مهم بالنسبه لهذه الوصفه، اول حاجه يعني كتاخذوا الفرشاه ديال الاسنان وكتحكوا سناتكم مزيان، ركزوا على اي بلاصه مزيان، ماشي كي كتحكوا الاسنان ديالكم بالمعجون ديال الاسنان، يعني اكثر، يعني غتحكوا مزيان سنانكم واحد 3 ديال الدقائق. ضروري يعني تستعملوا الفرشاه ديال الاسنان اللي تكون تعرفوها غتحك لكم السنينات ديالكم مزيان، وكل 3 شهور بدلوا ديك الفرشاه ديال الاسنان، غيروها يعني شريوا وحده جديده ضروري. مهم هذه الوصفه غديروها مره في الاسبوع، مره في الاسبوع فقط، ولكن كما كتعرفوا ان ضروري تحكوا سنانكم لان الاسنان كيتعرضوا للتسوس. كاين الناس اللي ماشي يحكوش سنانهم بانتظام وهذا الشيء كيدير لهم السوسه، كتاكل لهم سنانهم، هذا الشيء يعني كيأثر على الاسنان بزاف. مهم هذه الوصفه كيف ما كتشوفوا معايا، اهم حاجه هو انكم تبعوها كل اسبوع، وكذلك يعني ورا كل وجبه تحكوا سنانكم بالمعجون ديال الاسنان. هذا الشيء غادي يخلي السنان ديالكم بيضين، غيخليهم ما يتعرضوش للتسوس، وكذلك تيقوي لنا اللثه وتيخلي داك اللحم ديال الفم تيخليه وردي. يعني وصفه زوينه بزاف، وكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها لان وصفه غادي تعجبكم من بعد ما غادي تجربوها. دابا غادي ندوز نعطيكم واحد المحلول اللي غتبقاو تشلو به الفم ديالكم، واللي بزاف ديال الناس صراحه كيسولوني على شي حاجه اللي تحيد الرائحه كيف ما قلت لكم، اللي كتكون خايبه، اللي تحيد الصدام الفم، اللي تنقي الفم، واهم حاجه هو يعني تحيد الرائحه الكريهه كيف ما قلت لكم. غناخذ واحد الكاس ديال الماء، وكناخذوا الملحه الحيه. الملحه الحيه كتباع عند العطار يعني فين ما مشيتو كتلقاوها. الملحة الحية على شكل بودرة، يعني كطحنوها مزيان كما كتشوفوا معايا، وكتاخذوا كاس ديال الماء كما كتشوفوا معايا في الفيديو. كتاخذوا واحد نص معلقة هكا عامر ديال الملحة الحية، وكتخلطوها مزيان مع الماء كما كتشوفوا معايا في الفيديو. بالنسبة للملحة الحية كيف ما قلت لكم كنديروا نص معلقة تكون عامرة، نص معلقة صغيرة. ومن بعد غادي ناخذ الخل، ممكن تستعملوا اي نوعيه ديال الخل ماشي مشكل. هذه الوصفه يعني خاصه للناس اللي عندهم الريحه كيف ما قلت لكم خيبه، اللي عندهم اللثه كتهرب على الفم، اللي عندهم مشاكل ديال النزيف ديال اللثه، اللثه ديالهم كتنزف بالدم. هذه الوصفه زوينه بزاف، ممكن ديروا الخل العادي، ممكن ديروا خل ديال الخل ديال التفاح. غادي ندير هنايا القليل من خل التفاح كيف ما شفتوا معايا، ونحركوا هاد المكونات مزيان. بالنسبه للمكونات كديروهم في الماء دافي، يعني الماء دافي ما يكونش الماء بارد، يكون دافي مزيان، وكتخليهم حتى تهبط لهم درجه الحراره، يعني يوليو بحال هكا غير يولي سخون يعني دفيان هاد الماء، وكتبقاو تشلو به الفم ديالكم. المهم غنكمل لكم بالنسبه لهاد القرنفل. القرنفل مزيان بزاف، اللثه مزيان الفم اللي كيسيل يعني بالدم، النزيف يعني مزيان بزاف يعني الفم بصفه عامه. كتاخذوا عويضات هكا ديال القرنفل مع دوك المكونات الاخرين، كتخلطوهم مزيان، وكتبقاو كديروا به واحد المضمضه يعني قبل الفطور وقبل النوم جوج ديال المرات. قبل الفطور كديروا واحد المضمضه يعني الفم ديالكم، كتخلي واحد 3 دقائق هكا عاد باش كتشلو فمكم، وكتفطروا يعني قبل الفطور، وكذلك كتستعملوا هذه الطريقه هذه قبل النوم، يعني قبل ما تنعسوا غتستعملوا هذه الطريقه هذه، وغتخليك ضروري كتخوي عليه هذا الشيء، كتخوي عليه الماء سخون يكون مغليان، وكتخليه واحد المده هكا حتى يبرد حتى يولي دفيان، وكتشلو به الفم ديالكم. هكا غتحافظوا على السنينات ديالكم، وغتحافظوا على اللثه ديالكم ما تمرضش ليكم. يعني بالوصفات الطبيعيه نقدروا اننا يعني نتهلاو في راسنا يعني بابسط المكونات، ونعالجوا يعني هذه المشاكل هذه، خصوصا المشاكل اللي كتكون في الفم. والمشكل الاول هو كيف ما قلت لكم الرائحه الكريهه، و
يعني اللحم اللي كيكون هارب على السنان. المهم هادشي اللي كاين، نتمنى الفيديو يكون الاعجاب ديالكم.